السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ المحاضرة رقم 13 من جافا بروجرامينج، وزي ما تعودنا إن احنا في أول المحاضرة بنحل المثال بتاع المحاضرة اللي قبله، وبعد كده بنكمل المحاضرة. المثال الخاص بالمحاضرة اللي فاتت كان بيتكلم عن الثريدز والسينكرونايزيشن، وتطوعت واحدة معانا في الكورس ان هي بعتت المثال وحطيناه على الفيسبوك، يمكن محدش لحق يحله لضيق الوقت يعني، فهي موجودة دلوقتي معانا، فاحنا هنحل المثال مع بعض عشان توصل لنا فكرة الثريدز والسينكرونايزيشن في مثال عملي. فانا هعمل شير للسكرين بتاعتي. شايفين كده الشاشة معايا ان شاء الله؟ طيب لحد لما يحصل بس شيرينج، في حد ناقصه حاجة في الثريد والسينكرونايزيشن من المرة اللي فاتت؟ يا شباب طيب، صاحبة المثال موجودة ولا لأ؟ المثال المرة اللي فاتت اللي اتحط على الفيسبوك تقريبا نفس الشكل ده، بس طبعا بنعوض النجوم بالعربيات. يعني اللي وضح لي من المثال اللي اتبعت ان احنا عندنا شارع اللي هو بيمثل الجزء ده كله، ده شارع وعندنا ده شارع تاني، وفي في النص في كوبري. الكوبري مش بيسمح غير لسكة واحدة بس هي اللي تعدي، تمام؟ طيب فده معناها ان الناس اللي في المنطقة الاولى في الشارع الاول تروح المنطقة التانية في الشارع الاول، وبعد كده المنطقة الأولى في الشارع التاني تروح المنطقة التانية في الشارع التاني، وبينهم إشارة بتفصلهم بحيث إن ما يخشش عربيات مع بعض، لازم شارع شارع يعدي. المثال كده أنا فاهمه مظبوط ولا لأ؟ هي موجودة معانا النهاردة. طب هي المفروض ان هي موجودة معانا، انا شايف اسمها، وهي بعتت المثال دوت بحيث ان احنا نعمل له شير للناس كلها. طيب نكمل بنفس الشكل دوت. فانا عملت ايه؟ عملت كلاس اسمه كار، في بس نيم، في قصدي نمبر مش اكتر من كده، وعملت تو كونستراكتورز. ليه؟ كونستراكتور ديفولت عشان اللي عايز يعمل كار وبعد كده يعمل لها سيت نيم، سيت نمبر، وبعد كده انا مسمي النيم هو النمبر، يعني اسم العربية هو الرقم بتاعها، وعامل كونستراكتور تاني بياخد سترينج نيم بيحطه في نمبر بتاع العربية عشان يسهل عليا شوية. طيب بعدين عملت ايه؟
عندي ستريت، الشارع بيكون عبارة عن ايه؟ اري ليست من العربيات موجودة في ستيج ايه، ستيج ايه، واري ليست من العربيات موجودة في ستيج بي، والشارع العربيات بيحصل لها موفينج. ايه اللي بيحصل؟ العربيات بتتنقل من ستيج ايه لستيج بي عن طريق ان هي تعدي الكوبري. تمام، عملت ده ثريد، الستريت ده ثريد عشان اخلي التو ستريتس يشتغلوا في نفس الوقت، يعني عايز الاتجاه الرايح يشتغل والاتجاه الجاي برضو يشتغل في نفس الوقت، بس مش عايز الاتنين يتقابلوا، يعني مش عايز في الموف كار ايه تتنقل حاجة من الستريت مثلا واحد تروح من ستيج ايه لستيج بي قبل ما الحاجة في ستريت 2 في ستيج ايه بتاعتها تروح لستيج بي، اللي هي الرسمة ديت. مش عايز حاجة من هنا تروح لستيج ديت غير لما كل اللي في ستيج 3 هنا يجي لستيج 4. فانا عملت ان ده كله ثريد وده كله ثريد، والتو ثريدز، الثريد الاولاني والتاني بيستخدموا حاجه اسمها كروس بريدج. فكروس بريدج دي هي دي الفكره كلها. فانا جيت بعد كده عملت تيست، عملت ستريت واحد وعملت عربيات وحطيتها جوه ستريت واحد، خلاص دول ريدي ان هم يتحركوا. بعدين عملت ستريت 2 حطيت جواها عربيات، وبعدين حطيتها في ستريت 2، يعني عملت ستريت 2 حطيت عربيات حطيتها في ستريت 2. دلوقتي انا هعمل ران لستريت 2 وران لستريت 1 الاثنين مع بعض في نفس الوقت. انا عملت الاثنين ثريدز، فايه اللي هيحصل؟ ستريت 2 لما تشتغل، ستريت 2 لما تعمل ران، ران بتنده على موف كارز، وستريت 1 لما هتشتغل هتنده على موف كار برضو. الاثنين هيخشوا نفس الميثود، بس في النقل عملت حاجة اسمها كروس بريدج وهي سينكرونايزد، فما فيش حاجة من الثريد اللي هنا هتستخدم الميثود اللي هي موجودة اللي هي كروس بريدج غير لما اللي في الثريد التاني تخلص. معايا ولا مش واضحة؟ طيب كده احنا ماشيين مظبوط زي ما المثال قال؟ يعني المثال اللي حضرتك نزلتيه بيتكلم على ان احنا عندنا تو ستريتس والاتنين بيتقابلوا في كوبري، ما ينفعش حد يعدي غير ستريت واحد بس، الاتنين ما ينفعوش يعدوا في نفس الوقت. فانا عملت ان الجزء او الميثود المسؤولة ان هي تعدي العربيات من ستريت 1 من المرحلة الاولى للمرحلة التانية، او بتعدي ستريت 2 من المرحلة التانية للمرحلة الأولى، عملتها سينكرونايزد، يبقى ثريد واحد بس اللي هو بيمثل الستريت هو اللي هيقدر يستخدمها، لما يخلص خالص الثريد التاني يقدر يستخدمها. المثال كان صعب شوية، في حد عايز أي توضيح فيه؟ طيب ايه التوضيح؟ النهاردة عندنا محاضرة طويلة وإن شاء الله تكون لذيذة جدا يعني، فعايزين نلحق نخلص المثال بسرعة. ايش تفضل؟
اللي قال عايز توضيح سكت. ايه السؤال؟ طيب المثال بيحكي بالظبط اللي نزل على الفيسبوك. طب ما احنا عندنا شايفين الرسمة دي؟ ولا انا رسمي مش واضح؟ ده اسمه كله ستريت وان، وده كله اسمه ستريت تو. نشرح على الوايت بورد تاني. طيب مع بعض كده، ده كله شارع، ده ستريت 1 ماشي، وده ستريت 2. في النص هنا في حتة مش بتسمح غير لشارع واحد بس ان هو يتحرك، اللي هي كأنها في كوبري هنا، شارع واحد بس اللي هيتحرك. فانا بدل ما اعمل شارع واحد ضيقت المسافة من هنا وضيقت المسافة من هنا، بحيث ان شارع واحد بس اللي يقدر يتحرك. كأن بقول ان دي هيحصل لها كده ال، معلش ده صعب شوية، كأني بقول يا إما الناس تتحرك من هنا لهنا، أو الناس تتحرك من هنا أو الناس تتحرك من هنا لهنا، مفيش غير اتجاه واحد بس اللي يشتغل. فهعمل ازاي كده؟ عملت تو ثريدز، واحد هيمشي كده والتاني هيمشي كده، بس اللي في النص اللي بيخلي العربية تعدي بريدج، ودي تبقى ميثود سنكرونايزد، فمش هيعدي منها غير ثريد واحد بس. وضحت؟ طيب استاذنكم، الدوكيومنت موجوده على المنتدى وعلى الفيسبوك، اقروها وشوفوا الشرح اللي احنا عملناه تاني، وهبعت لكم الكود وان شاء الله الفكره هتوضح معاكم اكتر. ماشي؟ طيب النهارده ان شاء الله هنبدا في حاجه مهمه جدا. شايفين ان شاء الله كله شايف الدوكيومنت، الـ User Interfaces AWT and Swing Component. احنا عندنا two interfaces، User Interface AWT و Swing. ماشي؟ ايه هو الـ User Interface؟ شايفين معانا مثلا لو انا فتحت دلوقتي الآلة الحاسبة دي، الآلة الحاسبة ده User Interface كده، الـ User ممكن ندوس على 9 زائد، او اسف، زائد 6 يساوي، طلع له ناتج. مش هيحتاج يكتب في الكونسول، ممكن يكتب يدوس على الكيبورد
ويقول زائد حاجة تانية في الكيبورد ويدوس يساوي خلاص. ده اسمه يوزر انترفيس. اليوزر انترفيس مهمته ان هو بتسهل على اليوزر وتوضح له ايه المطلوب منه وازاي يستخدم البرنامج بتاعنا. ماشي. طيب ناخد اول حاجة ايه الفرق. احنا قلنا AWT وقلنا Swing. ناخد الفرق بين AWT والبين Swing في اليوزر انترفيس. AWT دي بتستخدم الناتيف سيستم جي يو اي. يعني ايه؟ لما اجي اعمل حاجة يعني حد يسألك AWT قول له AWT بتستخدم الناتيف سيستم جي يو اي. يعني ايه؟ يعني بتستخدم نفس الكومبوننت بتاعت الويندوز. بلاش اقول كلمة ويندوز، بتاعت الاوبريتنج سيستم. يعني الآلة الحاسبة ديت لو انا عملتها بالجافا هتطلع نفس الشكل بالظبط، لان هي هتستخدم نفس الزرار بتاع الويندوز ونفس اللي او بتاع الويندوز. طبعا هي اي بي اي طبعا. تمام. طيب السوينج وبمناسبة ان ال AWT بيتقال عليها هيفي ويت، بتبقى تقيلة جدا، ومن عيوبها انك ما بتقدرش تحكم الشكل. يعني انا لو خدت الالة حاسبة اللي انا عملتها بالجافا اللي شكلها كده في الويندوز حطيتها على لينوكس هيكون شكلها مختلف، لان هي بتستخدم الكومبوننت المتاحة ليها، بتروح تنده الناتيف كومبوننت اللي موجودة في الاوبريتنج سيستم. الناتيف مثلا في الويندوز شكل الزرار كده، في اللينوكس مثلا شكله مختلف. فدوت الفرق بين الـ AWT ان هي بتستخدم الكومبوننت بتاعت الويندوز، لكن السوينج بيزد على شوية كومبوننت في الـ AWT مع ان هي بتحط الشكل الاساسي للكومبوننت. يعني شكل الكومبوننت مش بيتغير من اوبريتنج سيستم للتاني، وكده بحافظ على شكل البرنامج واسرع بكتير واسرع بكتير. دي مهم جدا الفرق بين الـ AWT والـ Swing. الـ AWT heavy weight تقيل وبيبقى بيستخدم الـ native system GUI، لكن الـ Swing بيبقى based على شوية حاجات في الـ AWT لكن بيحط الشكل بتاع الكومبوننت بنفسه، وهو اسرع واخف. ناخد حاجة صغيرة جدا كده عشان بس ايه نرفرش الناس ونشرح من خلالها وبعدين نشرح نظري. انا عملت هنا كلاس عادي جدا بيكستند حاجة اسمها جي فريم. ايه الجي فريم؟ الجي فريم احنا ناخد البرنامج شرح سطر سطر وبعدين ننفذه. ممكن ننفذه الاول بحيث نشوف الشكل هيطلع ازاي. عملت كليك يمين ورن، لقيت طلع لي هنا ويندوز فيها كلمة ويلكم، واقدر ادوس اكس تختفي. حصل الكلام ده ازاي؟ ان انا عملت كلاس بيكستند الجي فريم. يبقى انا عندي في حاجات بعمل لها اكستند، في كلاسز بعمل لها اكستند. ايه الكلاسز ديت؟ هرجع تاني هلاقي ان انا عندي اربعة كلاسز اساسيين، هما الجي ويندوز، وده بيستخدم لما اكون عايز اعمل ويندو معينة. جي ديالوج، الجي ويندو مش بيشتغل غير لما يكون جوه جي فريم، والجي فريم بتعمل فريم تحط فيه كل الكومبوننت بتاعتك. الجي ديالوج لما بكون عايز اعمل ديالوج. جي ابلت ده شفت مثلا لما بتفتح براوزر ويقول لك انت محتاج تنزل جافا عندك عشان في لعبة مثلا بالجافا،
الابلت هو جافا ابلكيشن بيرن او بيشتغل على براوزر. يبقى الابلت هو جافا ابلكيشن بيشتغل على براوزر. طب نيجي نشوف الاثنين بيجوا منين. الجي ابل بيجي منين والجي فريم والجي دايلوج والويندوز بيجوا منين. الويندوز بيجي من حاجة من كلاس اسمه ويندوز، والجي دايلوج بيجي من دايلوج بيجي من ويندوز، والجي فريم بيجي من فريم بيجي من ويندوز. جي ابلت بيكستند من ابلت بيكستند من بانل. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، احنا واخدين التري من تحت لفوق، عندي ويندو وعندي بانل، الاتنين من نوع كونتينر. كونتينر ده اللي هو اللي بيحتوي كل الكومبوننتس، سواء هي جي ويندو جي دايلوج جي فريم جي ابلت، لازم تكون جوه الكونتينر. كونتينر يحتوي كل الحاجات دي، والكونتينر بيحتوي بيكون من نوع كومبوننت اللي هو بيجي بيجيب الجيت جرافيكس، يعني بيجيب الجرافيكس من الويندوز، وكله من ايه من اوبجكت. عندي الاثنين دول اي دبليو تي، لان هم دول اللي بيتعاملوا مع الاوبريتنج سيستم ويجيب لي الكومبوننت. تمام، يبقى انا عندي اهم حاجه خلي بالي منها، عندي كونتينر، لازم يكون عندي كونتينر، والكونتينر دوت بستخدم منه يا اما جي ويندوز جي دايلوج جي فريم جي ابلت. طيب عملت اكستند للجي فريم، هاجي في الكونستراكتور بعمل جيت كونتنت بان، هلاحظ ان هي ميثود بري ديفايند، متعرفه قبل كده. ازاي متعرفه ومتعرفه فين؟ متعرفه في الجي فريم، فعملت لها كولينج مره واحده فنده الميثود اللي هي انهيريتد او اللي هي جت باي ديفولت من الجي فريم، دي بترجع لي كونتينر. يبقى انا بقى معايا دلوقتي الكونتينر اللي هحط عليه كل الكومبوننتس اللي عندي. انا عملت جيت كونتنت بان، جيت كونتنت بان بتجيب الكونتينر بتاع الكلاس اللي انا واقف فيه اللي هو من نوع جي فريم، فهتجيب لي الجي فريم كونتينر. طيب بعدين عملت ايه؟ عرفت حاجة اسمها ليبل. طب مين هو ليبل؟ ليبل لو نزلنا تحت في الدوكيمنت شوية، خلي دول كده، الليبل هو كومبوننت من الكومبوننتس بتاعت السوينج، يعني الاي بي اي بتاعت السوينج فيها جي ليبل اللي بيجي منه ليبل، اسف في ليبل وفي جي ليبل. في الليبل دوت بتاع الاي دبليو تي، في جي ليبل، في جي تكست كومبوننت، في جي بانل، جي ليست، جي ابستراكت كومبوننت، في منه كومبوننت وايت ومنيو ايتم. نشوف اشكال الحاجات دي الاول وبعدين نرجع لها تاني. ده الجي ليبل، عندي فايل تشوزر، عندي ايكون ايمج ايكون، جي بوتون، سكرول بار، جي تكست فيلد، جي سكرول بان، جي تكست اريا. دي الكومبوننت يعني الاكتر كومبوننت مستخدمه عندي في الجافا. طيب نرجع تاني واحده واحده للبرنامج. يبقى انا جبت كونتينر من الكلاس اللي انا واقف فيه، بعدين عرفت ليبل، بعدين قلت الليبل دوت ست تكست welcome، يبقى الليبل بتاعي الفاليو بتاعته هتكون ايه؟ welcome. بعدين خدت الليبل حطيته جوه الكونتينر، خدت الليبل حطيته جوه الكونتينر،
بعدين قلت set size. مين set size ديت؟ set size method موجودة جوه ال J-Frame عشان تدي ال class اللي انا واقف فيه او الفريم اللي انا واقف فيه size معين انا بحدده. وبعدين بقول set visible عشان اظهرها للناس equal true. وجيت في المين قلت له نيو جافا جي يو اي، فهيروح ينده الكونستراكتور كله. لو عملت ران تاني هلاقي عندي دي كده اسمها فريم جواها الليبل اللي انا عملته والسايز بتاعها 200 في 200. يبقى عرفنا الفرق بين الـ AWT وبين الـ Swing، عرفنا الـ Frames أو الـ Containers الأساسية الـ J Applet، الـ J Frame، J Dialog، J Windows. شفنا كمان هما الـ 3 بتاعتهم عاملة ازاي. انت لما بتعمل برنامج وهو اللي هيرن لليوزر بتستخدم جي فريم، وجوه الجي فريم ممكن تستخدم جي دايالوج او جي ويندوز. في حاجة تانية عندنا صغيرة ممكن برضو نتكلم عليها، هي الانتر اسف الانترديت كونتينر. الانترميديت كونتينرز هي كونتينرز في الوسط بين الكونتينر الاساسي بتاع الكلاس وبين الكومبوننت بتاعتي. مثلا انا جيت في البرنامج بتاعي هنا ده عندي كونتينر، ممكن الكونتينر ده اقسمه لكذا شكل، يعني حاجة بالطول وبالعرض، عايز اعمل منيو، عايز اعمل منيو على اليمين ومنيو فوق، اوبشنز تحت هنا على اليمين شكل دوت. فظهر انترميديت كومبوننت. الانترميديت كونتينرز هما السوينج بروفايدز اديشنال كلاسز ذات ار يوزد از انترميديت كونتينرز اند اكزيست اونلي تو كونتنت انذر كومبوننت. يعني هي مش موجوده غير عشان تحتوي كومبوننت تانية. من اشهر الكومبوننتس اللي موجوده عندنا الجي بانل، وبتكون بانل عاديه، في جي سكرول بان زي اللي احنا واقفين عليها كده دي. لو انتوا شايفين معايا الماوس فين، في هنا سكرول بقدر احرك منه، ده بيكون عشان اظهر السكرول بيكون حاجه اسمها جي سكرول بان. جي سبليت بان دي عشان اقسم الصفحه نصين. جي تابت بان دي عشان يكون عندي تاب جوه الجافا. جي تول بان عشان يكون عندي تولز. دول اشهر حاجات مستخدمة كبانلز. البانل يبقى انا عندي كونتينر فوقيه بانل وفوق البانل الكومبوننت. يعني انا ممكن ارجع للبرنامج بتاعي واعمل هنا جي بانل جي بي ايكوال نيو جي بانل، واقول ان ال او الجي بي دوت ات ال ال، يبقى انا ضفت الليبل على البانل اللي انا عرفتها. وبعدين اجي في الكونتينر واعمل اد للجي بي، يبقى كده حطيت الليبل على بانل وبعدين خدت البانل حطيتها على كونتينر. ودي الطريقة الصح انك تعمل بيها ابلكيشن او تعمل بيها اي حاجة جي او اي. عملنا رن هيطلع لنا نفس الريزلت. ويلكم.
تمام. طيب طيب لحد هنا في حاجة صعبة دلوقتي؟ فاهم ايه هو الكونتينر وفاهمين طيب الحمد لله، يبقى عرفنا الكومبوننت وعرفنا البانل وعرفنا الكونتينر وعرفنا ايه هو الجي فريم. تمام. من الحاجات اللذيذة جدا اللي هتقابلكم ومن الحاجات السهلة يعني ان الجي فريم بمجرد ما تعملوا جي ابلت، هو بس ما فيهوش الميثود هنا، يشتغل عادي جدا. تاخد الجار وتحطها على براوزر وتشتغل عادي، كل الكومبوننت هتشتغل جي ابلت او جي فريم. فكده تقدر تعمل البرنامج ديسكتوب اللي هو زي الكالكوليتر قدامنا كده، او تحطه في البراوزر ويشتغل كابلت، حاجه تشتغل على النت على طول. ماشي. في كوماند صغير بس حطيته انا هنا اللي هو this dot set default close operation، دي ميثود موجوده جوه الجي فريم، بتاخد انتجر معناها ان اولا set exit دي بترجع اظن انا مش متذكر exit on close دي بترجع انتجر ايه، لكن جي فريم دوت exit on close معناها ان اقفل الفريم بتاعي لما ادوس اكس، يعني قصدي انا اسف اقفل الابلكيشن بتاعي لما ادوس اكس. لو انا عملت رن للاكزامبل دلوقتي، بص خلي بالك معايا هنا، شايف في علامه احمر هنا اللي هي ستوب الابلكيشن، دوست اكس لسه الابلكيشن رننج، ابلكيشن شغال لازم اعمل له ترمينيت بايديا. لكن لو عملت الست ديفولت كلوز اوبريشن اللي هي اكزيت اون كلوز، يعني اقفل البرنامج لما يخلص، اللي هي بترجع 3 انتجر 3، وقلت رن، لما اجي اقفل البرنامج خلاص البرنامج كله اتقفل، حصل ترمينيت لوحده. وديت محدش ينساها ابدا ابدا وهو بيعمل ديسك توب ابلكيشن. لو نسيتها معناها ان البرنامج هيفضل شغال في الميموري لحد لما الجهاز يجيب لك اوت اوف ميموري. من النقط المهمه جدا اللي نخلي بالنا منها سيت ديفولت كلوز اوبريشن. تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وضحت النقطه دي؟ طبعا في حاجات كتيرة جدا موجودة عندنا، حاجات تانية يعني، في set font set background set size، كل الكلام ده ممكن تقدر تستخدمه، يعني set background تاخد حاجة من نوع color، color dot مثلا black، بس set background بس لازم تشتغل في حاجة اسمها layout، معلش لازم تشتغل في layout، نخليها نشغلها في layout. طيب ايه بقى ال layout دوت؟ انا دلوقتي لما كتبت عندي هنا
عملت ليبل وحطيته في البانل. طب تعالوا نعمل كمان ليبل. ونحطه في البانل. ايه اللي حصل؟ اتحط الليبل الاولاني، الليبل التاني على الليبل الاولاني. اتحط الليبل التاني على الليبل الاولاني، مع ان انا عامل لده اد وعامل لده اد، المفروض يظهر الاتنين، لا ظهر واحد بس. ليه؟ لان مفيش لاي اوت بينسق الموضوع، فعشان كده ظهر حاجة اسمها لاي اوت مانجر، اللي هو بص كل كونتينر موجود بيكون مربوط بلاي اوت مانجر عشان السايز واماكن الاوبجكتس اللي تبقى موجوده. وكل لاي اوت مانجر، كل كونتينر ليه باي ديفولت لاي اوت مانجر، باي ديفولت ليه. تمام. طيب ناخد، احنا عندنا كام لاي اوت مانجر؟ عند كام لاي اوت عندنا؟ بوردر، بوكس، كارد، فلو، جريد باج، كذا لاي اوت. هناخد بس 3 او 4 في الاول عشان نفهم ايه هو اللاي اوت مانجر. في عندي فلو لاي اوت، ده بيخلي الكومبوننت من ليفت تو رايت. يبقى انا لو عايز الكومبوننتس عندي تتحط من الشمال لليمين بستخدم الفلو لاي اوت. طيب شفنا ان في عندنا شكل واقفين تحت بعض، ده في حاله ان لو مفيش مساحه كافيه لتو كومبوننت جنب بعض، يعني انا عملت السيت سايز قليله، فهتظهر الكومبوننتس تحت بعض، او لو في مساحه ما تقضيش كله، يبقى هو بيمشي من الشمال لليمين لحد لما يخلص السايز، بعدين يبدا من السطر اللي بعده من الشمال لليمين. طيب ازاي اعمل ست؟ بعمل ست لاي اوت نيو فلو لاي اوت. يعني انا مثلا لو جيت دلوقتي شلت البانل دي خالص، ال طب ال ال هاجي هنا اقول سي دوت سيت لي اوت، اللي هو الكونتينر دوت سيت لي اوت ايكوال نيو فلو لي اوت. فده معناها المفروض يحط التو كونتينرز. يحط التو كومبوننت جنب جنب بعض. تمام. طيب لو ضيقت كده حط التو كومبوننت تحت بعض دوت الفلو لي اوت. ممكن تعمله سنتر ليفت رايت زي ما انت عايز، ايه تعمل الالاينمنت بتاعتك. مثال عليه هو هنا جايب ان معرف 5 بوتونز، وكل بوتون مديله اسم وهو بيعرف الكونستراكتور بتاعه، وبعدين جه في الكونستراكتور خد الكونتينر بتاع الجي فريم او بتاع الكلاس اللي بيكستند الجي فريم، وبعدين عمل له ست لي اوت، وبعدين ابتدى يحط الكومبوننتس. set visible هي مهمة جدا جدا، لان باي ديفولت بتكون بفولس، فالفريم كله مش هيظهر الا لو عملت set visible بترو. طيب المثال ده موجود عندنا، ممكن ناخده كوبي
عندنا مثلا هنا. طبعا هو معترض على الجي بوتون لان محتاج يعمل لها امبورت. خلاص كده حط الخمس زراير. بعدين احنا عندنا خلاص الكونتينر، هنحط الزراير ديت. كده عمل اد للخمسة بوتونز مع التو ليبلز بتوعنا. نشيل التو ليبلز عشان يكون نفس المثال. ظهر لي الخمسة بوتونز تحت بعض، تمام. ده الفلو اوردر. طيب في نوع تاني اسمه جريد لاي اوت. الجريد لاي اوت منظم شوية، يعني بيعمل من الشمال لليمين من فوق لتحت، يعني يخلص 1 2 3 4 5 6. الفلو بيحاول يملى من الشمال لليمين لكن مش من فوق لتحت. طيب تيجوا نشوف فرق صغير جدا. بين الاثنين وبعدين نرجع نكمل. معلش انا نسيت حاجة كمان مهمة جدا. بالظبط الجريد لاي اوت بياخد دايمنشن، كام واحد كام رو وكام كولوم. بيبتدي الاول بالرو وبعدين الكولومز. لو رجعنا هنا وغيرنا اللي اوت، عملنا امبورت للجريد لاي اوت وقلنا رن، عمل ايه؟ 1 2 3 4 5. لو لاحظتوا ان الفرق بين الجريد لي اوت والفلو لي اوت ان هو قسم الموضوع لاتنين وتلاتة لاتنين وتلاتة، فكأنه قسمهم روز وكولومز وبعدين ابتدى يحط فيهم. لكن الفلو لي اوت ابتدى يحط بالتدريج من الشمال لليمين، وعشان كده كان ظاهر عندي التو بوتونز تحت في النص مش على الشمال، لان هي مش متقسمة بالسل. يعني دي كده اسمها سل، دي السل التانية الخلية التانية زي الاكسل بالظبط. فاتنين في تلاتة، فقال ان انا هقسمهم 2 rows 3 columns. ده كده الجريد لاي اوت بيقسم روز وكولومز، تمام. طيب ينفع البانل اقول جي بي دوت سيت لاي اوت؟ ينفع احط لاي اوت لبانل؟ ينفع نحط لاي اوت لبانل. يبقى كده انا ممكن احط عندي في الكونتينر الواحد اكتر من بانل، وكل بانل ليها اللي اوت مانجر بتاعها. مثال مثلا انا هحط الكونتينر بتاعتي، هحط ليها لي اوت اللي هو فلو لي اوت، تمام. بعدين هعمل بانل، البانل هخليها، نشيل دي بقى، البانل هخليها جريد لاي اوت، وبعدين هحط الكومبوننت في البانل ديت، والبانل دي هحطها جوه الكونتينر ده. يبقى
بقى عندي كونتينر فلو لي اوت، يعني هو بيحط الحاجات من الشمال لليمين، وعندي جوه اول كومبوننت فيه اللي هو هيكون اول حاجه شمال بانل، البانل هي نفسها جريد لي اوت متقسمه روز وكولومز، واحط الكومبوننتس بتاعتي على البانل، وبعد كده احط البانل على الكونتينر. وممكن البانل يكون جواها بانل تانية. تمام؟ وضحك موضوع ان يكون عندي بانل وكونتينر واحط الكومبوننتس بتاعتي على البانل، وبعدين اخد البانل كلها احطها على الكونتينر، ويكون عندي اكتر من لي اوت مانجر. كله معانا كده ان شاء الله. طيب نيجي بعد كده عندنا لي اوت مهم اللي هو البوردر لي اوت. البوردر لي اوت ده بيارنج بالدايركشن، يعني هو عنده خمسه دايركشنز كده اللي هما، او بمعنى اصح خمس مناطق: منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط. يبقى دوت اسف معلش دوت الجي بوردر. الجي بوردر بيقسمهم بالمنطقه، تقول لك اد الكومبوننت ومكانه فين. ناخد على ده بس مثال مهم جدا. نفس الخمس زراير هيكونوا موجودين عندي، هكمت الكود ده كله. عشان تكمنت الكود اسرع طريقه كنترول ظهر، تمام؟ دي ايه عشان تتسرع معاك يعني. طيب عملت ايه؟ عملت الكونتينر، عملت السيت لي اوت بالبوردر لي اوت، بعدين عملت كونتينر دوت اد، حطيت اول كومبوننت اللي هو اول زرار مكانه، مكانه اللي هو اللي اوت دوت نورس. تلاحظ ان نورس ديت استاتيك، دي استاتيك موجوده جوه بكلمه، فانت ممكن تستخدم من البوردر لي اوت تستخدم الكلمه نورث ايست ساوث ويست، او باي ديفولت بتكون هي سنتر. يبقى دول الخمسه بوزيشنز اللي موجودين عندنا. لو عملت ران نكبر شويه دوت، ظهر البوتن الاولاني في النورث، البوتن الثاني في الايست، البوتن الثالث اللي احنا كتبنا بايدينا في الساوث، الرابع في الويست، الخامس باي ديفولت بيكون في السنتر. ودول اهم لاي اوتس موجودين معانا. عشان تشيل الكومنت برضو هي كاترين، طبعا شيفت
او كاترين كنترول والحرف الظهر اللي هو جنب الشيفت بالظبط، دي كده بتعمل كومنت على طول، وعشان تشيل الكومنت برضو بتعمل كنترول وظهر. ماشي. طيب نروح للي اوت بعديها اسمه البوكس لي اوت. البوكس لي اوت ما بيعتمدش غير على افقي ورأسي، وبيرتب الكومبوننتس من اليمين من الشمال لليمين ومن فوق لتحت. ماشي. طيب ازاي ناخد مثال على الافقي والرأسي؟ ان شاء الله المثال ده يكون لذيذ جدا. هو عرف هنا two panels، سمى واحدة horizontal panel والتانية vertical panel، يعني panel هتكون رأسي و panel هتكون أفقي، وبعدين قال set layout واحد واثنين. طيب نشوف الشكل هنا، قال دي ال horizontal هتكون عبارة عن بي واحد بي اتنين بي تلاتة وبي اربعة وبي خمسة وبي ستة هيكونوا في الفيرتيكال، فده معناها ان هو هيعمل ايه؟ هياخد اول بانل ويخليها يحط لها لاي اوت بوكس، ويقول ان اللاي اوت او البانل مع البورت بوكس لي اوت دوت اكس اكسس او محور اكس. تاني كده قال ان البانل السيت لي اوت بتاعها هي بتاخد البورت البوكس لي اوت، وهو الكونستراكتور بتاعه بياخد حاجتين، بياخد البانل اللي هيتعمل لها بوكس الاوت، وبياخد موقعها هتكون دي اكس ولا واي، هوريزنتال ولا فيرتيكال. وبعدين البانل التاني عملها بنفس الشكل، بعدين حط الايه الكومبوننتس، وبعدين خد البانل اللي هو حط عليها واحد اتنين وتلاتة حطها على الكونتينر، واربعة وخمسة وستة حطهم على الكونتينر. لو عملنا رن عمل واحد واثنين وثلاثة بشكل افقي، واربعة وخمسة وستة بشكل رأسي. طيب لو جيت عملت هنا واحد واحد انا مش متذكر، ثواني كده، نمبر اوف رو ونمبر اوف كولومز برضو واحد وواحد او واحد واثنين، نمبر اوف روز اند نمبر اوف كولومز. طيب في حد عنده سؤال في اللي اوت؟ يا شباب حد عنده سؤال في اللي اوت او في الاي دبليو تي والسوينج؟ طيب ما شاء الله كويس.
انا عايز اتاكد ان كله تمام مع موضوع الكونتينر والجي فريم واللي اوت. البانل الواحد ما ينفعش تعمل اكتر من لي اوت، البانل الواحده لازم يكون فيها لي اوت واحد بس. ينفع بانل او البانل نخليها زي ايه؟ شايف البوردر اللي عندنا ده؟ البوردر ده هعتبره كأنه بانل، واللي بره دي الويندو. البانل اللي جوه ديت ما ينفعش اقسمها اكتر من شكل، يا اما اقول لها انت هتبقي ده مثلا هتبقي هوريزنتال او فيرتيكال. عايز تقسمهم حط البانل، حط جواها بانل تانية متقسمة. يعني اعمل مثلا اعمل بانل كده، وتعالى قولها اعملها فلو اوردر. فمعنى الفلو اوردر ان هي هتبقى واحد اتنين مثلا تلاتة، وتعالى في اول بانل اللي هي دي قول انا هعملها اكس واي، او هعملها مثلا اي شكل تاني. يعني هعملها تبقى كده كده كده، تمام. فاعمل بانل جوه بانل، مفيش اي مشكله. العدد لا نهائي من النستد بانلز. يعني ماشي، يبقى كده نقدر نعمل شكل انترفيس كويس. الديزاين بتاعك طيب، في الايكليبس بلجن بتنزلها بترسم بيها على طول. في الايكليبس بلجن بتنزلها بترسم بيها على طول، وفي النيت بينز برضو نفس الكلام. لكن احنا مش عايزين كده، او مش عايزين كده على الاقل في المرحلة دي. احنا عايزين نرسم بايدينا في ورقة انا عايز اعمل ايه. يعني فرضا ان انا مثلا قلت هعمل حاجة زي الآلة الحاسبة. فالآلة الحاسبة انا عامل كونتينر مثلا، وبقول الآلة الحاسبة ترتيبها عامل ازاي. ترتيبها عامل كده، ناخد اللي هي بتاعت الويندوز، هتلاقي ان الويندوز كل دول نفس الترتيب، صح، بنفس المسافات. انا عارف عددهم ومتأكد منهم، خلاص. يبقى هقول عندي مثلا هعملها جريد لي اوت، معلش اسف، هعملها جريد لي اوت، واقول مثلا ان هي كذا رو، هي خمسة، ستة في خمسة، هقول ان هي ستة في خمسة. بس انا عندي حاجة تانية، عندي هنا في تكست انبوت تكست كبير، فهعمل دي بانل لوحدها وهعمل دي بانل لوحدها. ماشي. من اشهر الحاجات اللي احنا كنا واقفين عليهم، نرجع لهم بسرعة بس كده، الجي تكست اريا دي بتستخدم. الجي تكست اريا بتستخدم لما انت تكون عايز تكتب كلام كتير، زي مثلا اللي موجودة في الشات عندنا هنا. اللي موجودة في الشات دي تكست اريا، لكن اللي موجودة عندي في الآلة الحاسبة او بدخل فيها يوزر نيم بس، زي مثلا يوزر نيم لما بتيجي تكريت اكونت في الياهو مثلا، بتكون جي تكست فيلد. جي سكرول بان زي بالظبط لما بفتح الوورد باد ويكون عندي فيه سكرول اقدر اطلع وانزل بيها، بس دي بيكون كبانل. الجي سكرول بان دي بانل، يعني انا ممكن اجي عندي هنا في الكود
واكتب بدل جي بانل جي سكرول سكرول بان. واجي بدل ما هعمل ماشي اخليها كده واعمل رن. تمام، هي محتاجة تكون سكرول بان لي اوت. ماشي، هنحط واحدة بس كفاية. سكرول بان بعدين سيت لي اوت سكرول بان. طيب هوريزونتال اد دول دين الكونتينر طيب ما اشتغلتش معايا دي. نشوف مثال ونقول عليها السكرول بان. الليبل طبعا ده اول حاجة استخدمناها، جي فايل تشوزر بتختار فايل، جي سكرول بار بيتيح ليك بس انك تعمل سكرول بار تحرك يمين وشمال. دي من اشهر الكومبوننتس اللي انت بتستخدمها. في كومبوننتس كتيرة جدا تقدر تدور عليها على النت يعني. ماشي، السايز اوف كنترول يعني تمام، عايز مثلا تعمله ديسيبل مثلا. طبعا اي كومبوننت تقدر تتحكم في طبعه في حجمه. يعني مثلا هتيجي هنا تقول P1 دوت، هتلاقي في عندك ست في بوردر في كومبوننت في كيرسر في فونت ايكون في سيت سايز في سيت سايز. تديله مثلا 100 في 100، ده كده السايز بتاعه الهايتس والوايتس بتاعته. بالظبط set size. كل component ليه يعني مجموعة behaviors هتلاقيها موجودة هنا في الكتاب. بيقول لك فين تمام، شايف بيقول لك دي سام ميثود، دي سامبل من الميثودز الانهيرتد باي الجي اي اوبجكتس. ان انا من الكومبوننت كلاس باخد جيت جرافيك بينت سيت فونت سيت انيبل سيت فور جراوند سيت باك جراوند سيت لوكيشن سيت سايز سيت فيزابل. دول الميثودز بيحصل لهم اكستند او باخدهم باي ديفولت لما باكستند الكومبوننت اللي هو الطبيعي ان هو البرنت بتاع كله. وفي عندي مثلا حاجه زي تول تيب تكست، دي لما تقف على التكست يكتب لك التكست ده معناه ايه او وظيفته ايه. جراف فوكس بوردر دبل بافرد، كل ديت برضو ميثودز موجوده بيحصل لها اكستند او يعني بتجيلي لان انا عملت اكستند من جي كومبوننت. تمام،
طيب في عندنا جزء مهم جدا وهو الايفنت هاندلنج. الايفنت هاندلنج دوت يعني انا هعمل زرار، خلاص احنا بقينا بنعرف نعمل زراير مفيش اي مشكلة، دلوقتي بقيت عندي شكل اهو، بس انا بدوس على الزرار ما بيحصلش حاجة. استفدت انا ايه كده لما بدوس على الزرار ما بيحصلش حاجة؟ فدي بقدر اعرفها من الايفنت هاندلنج، بقدر اتحكم فيها من الايفنت هاندلنج. بعمل ايفنت، ايفنت يعني حدث، وهاندلنج يعني تحكم. ازاي اتحكم في الحدث؟ لما ادوس بالماوس، لما ادوس بالكيبورد، لما يحصل اي ايفنت هقدر اتحكم فيه ازاي. ماشي. طيب نيجي انواع الايفنت. الايفنت هو ان انا دوست كيبورد كليك الماوس، بيزنس ايفنت حاجه بيزنس هتحصل، او نتورك كونكشن حاجه نتورك رساله مثلا جاتلي. فانا استاذنكم قبل بس ما نروح في الايفنتس نطلع بريك 10 دقايق ونرجع تاني نكمل ان شاء الله الايفنت.